ديالكم؟ المعاناه ديالنا، ان السيده ديالي الزوجه ديالي مصدومه في هذه الساعه هذه، لان عندها واحد الترف ديال الارض ديالها في نواحي ديال طنجه الفحص، وحسيت ترمى عليها وبغى يدير لك الارض ديالهم، يعني بغى يديها قوه، بغى يديها قوه. وهذا السيد ما عنده لا اوراق لا وثيق لا حتى حاجه، وكل شيء شاريه فلوسه، وسيدة عندها اوراق ديالها مع خوتها ومع ولاد عمها، وسيد باغي يدي واحد المسافه كبيره وغادي بغى يتم عباد الله لا في الارض ديالهم ولا في ولادهم. كاين اللي مشى للحبس، كاين اللي مات بسبب هذه الارض هذه. وانا كنطلبوا من الله ومن سيدنا ومن الولاد ديالو سي الحموشي ولي مدينه طنجه ووكيل الملك جلاله الملك ياخذنا بالحق ديالنا وينصفونا، وما كنطلبوا شي حاجه خايبه، حنا كنطلبوا غير الحق ديالنا، والوراق ديالنا واجد الحمد لله، وإلا كان الحق ديالنا ينصفونا فيه كان الحق ديالو الله يعاونو. حنا ما كنطلبوا شي حاجه هذا، وكنطلبوا من الله هذا ننصر سيدنا الله ينصرو وياخذ بالحق ديالنا، والله يجازيكم بخير. وهذا الشيء كنطلبوا من سيدنا. شنو كيقول هذا اللي كدعوا معاه؟ هذا كيدعى سيدي كيسير الارض ديالو هو، وهو غير سيدي حط عليه واحد السميه، السميه غريبه ما كنعرفوش حنايا كاع. دابا بالنسبه لك البقعه الارضيه اللي عندنا حنايا، حنا الارض ديالنا كتسمى الرمل الكبير، وهو ترمى عليها بالضريبه، والضريبه بيننا وبينها قيمه 1000 متر ولا 1000 وازيد. والسيد هذا شاري كل شيء، العربيه تعرفت شاري كل شيء، لا المحاماه ولا القضاه ولا اي حاجه، لا تقول ابو وجهي احمر ما تخاف حتى من حاجه، والله ينصر سيدنا والله ينصر القانون، والقانون فوق كل شيء. السيد هذا ترمى علينا بالفلوس ديالو، الملك كيهضروا مع الناس القدام تماك اللي هما عاشوا تماك، وتيقول لك بالله هاد الضريبه هذه ماشي هي هذه، هذا راه الرمل الكبير، وهذا ديال ولاد بالعربي، وهذا راه ماجي غير لاجئ، ما عندوش حتى 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 متر هذا في الورد ديالو، ما ورط والو، هو غير داخل عنده واحد البركه قليله تماك، ولكن بعيده علينا حنايا، بينا وبينه ناس كثار. واش اللي باغي يدي الناس تما، باغي يدي الناس الدور ديال الناس ساكنين تما كاع، باغي باغي يردم عليهم الارض ديالهم، وباغي يسول عليها. هادشي علاش جبروت طغاة، الله ما ضر منكر، وكنطلبوا الله من سيدنا وولاد ديالنا ولي الامر ولي مدينه طنجه وسي الحموشي مدير الامن ووكيل مجلس الملك، الله يجزيهم بخير، ياخذوا بالحق وعلى الاعتبار. والسلام عليكم.